بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاجواء اللي كتمر فيها هذا الاخر ديال ليتيكي سوء التنظيم، ما كاينش سوء التنظيم. بالنسبه للاخر قال لك بان الاخر الوراق غيبداو مع 12، صدقوا الوراق ما بادين حتى الاخر، ما بادين حتى الجوج، وسوء التنظيم. وعطاو لنا واحد الباب اللي شادين فيه نوبه، شادين نوبه، وحتى الواحد باش بداو الوراق في الباب الاخر عاد جاو عندنا، جا التليفون لواحد السيد قال لي راه الوراق بداو في الباب الاخر، وفاش جينا لهذا الباب هذا شدينا عاوتاني النوبه. وبالنسبه للتنظيم هنا ما كاين لا تنظيم لا والو، هنا ما عندهمش المنصه الشرفيه، انا جيت بغيت نقطع المنصه الشرفيه ما عندهمش. بالنسبه للاخر اللي تتسولوا تما ما عرفش حتى الباب واش من بورت، انا تسولته اش من بورت فاش الاخر فاش غندخل، تيقول لي سير انا كازاوي ما عرفش حتى انا التيران من تين غير باش نتفرج في هذا الديربي، والله الا جاي من تين غير. والنتيجه اللي كانت توقعوا جوج 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 لزيرو للراجل، هذا الشيء اللي كانوا ديماراج اخويا. لا التنظيم اللي تيبان لي داك الشيء هو هذاك 5-5، ما عندي ما نتسالهم والله الا زعما داك الشيء غادي بحسن ما يرى، ما ديك الساعه كنا تنقطعوا خاصك تصف من ليه. مو هاد الناس هادو دابا زعما داك الشيء غادي بحسن ما يرى، وديما وداد وحنا مقطعين لهم ها هو، وصح مبروكه 3-0 ان شاء الله. ها براكس هنا براكس، ولكن ودادي بحبا اخويا الله يعطيك الجميع. انت العزاوي عشيني انت هو راه ويا ديما وداد تلموت. واه التنظيم مزيان، حنا ولاد مراكش وعزيز عندنا الوداد، وحنا المغاربه كاع كنا حنا بينا مقابله تجهيده وفي المستوى. السلام عليكم. المباراه غتكون ان شاء الله، حنا بغينا غير الزيرو اللي بغينا بركه ان شاء الله بخير. كنشكر هاد الناس ديال التنظيم هادو، التنظيم واعر زوين الله يمهر هذا. انا جيت من ورزازات لهنا باش نقطع التيكيت نتفرج في الماتش ديال الوداد والرجاء، ودادي ديما حمراء. المهم حنا راك تشوف هنا البيع راه ما كاين لا صداع لا والو، الدراري مراكشيين راه ظريفين، حنا دابا جايين من كازا. هو الماتش حنا كنقولوا التعادل، التسخسيخه كاع كامله كنقولوا راه غيكون التعادل. المهم حنا الفرقه راه كنبغيوها وجينا نتفرجوا معاها، كنا بغينا نجيو مع الخوت، ولكن ماشي لخاطرك جيتي غتفرج. خويا حنا ودادين الحمد لله، جينا جينا نقطعوا الوراق ديال فريق الوداد البيضاء ونشجعوا ان شاء الله 3 بوان فريق الوداد. جينا من ديت مراكش كنعقلم شي شهوه ان شاء الله، توقعت نفوز فريق الوداد 3-1 ان شاء الله. خويا قلت لك ثلاث ايام هذه خويا حنا تنمشيو للحارتي بلا اوراق بلا والو، تاني ما مشينا مع الصباح قالوا لنا كاينين كاينين المشاكل كذلك، راه هاد الساعه راه ما شفنا والو. انا عاود مراكش عشيره عاود البلاد، جينا نتفرجوا في الوداد الامه والنتيجه 2-0، جينا ويدا داعشي حتى للموت.